وحول تمكين الشباب، أكد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أن الدولة المصرية لديها رؤية طموحة عابرة للأطر الوطنية لتمكينهم. وأوضح الجبالي أن تلك الرؤية جعلت الدولة المصرية حريصة على تدشين المحافل الشبابية العالمية والتي تمثل أرضا خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية. يأتي في إطار الرؤية المصرية الطموحة تجاه ضرورة تمكين الشباب في مختلف دوائر ومستويات صنع القرار، وهو ما انعكس على مستويات تمثيل الشباب المصري في دوائر صنع القرار التنفيذية والتشريعية، إيمانا من الدولة المصرية بأن هناك ضرورة ملحة وقصوى لإتاحة الفرصة للشباب للاشتباك والتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا والتحديات على الأصعدة الوطنية والعالمية، مما جعل مصر تحرص كل الحرص على تدشين المحافل الشبابية العالمية مثل منتدى شباب العالم، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في كل عام، انطلاقاً من الرؤية المصرية التي تستند على أن تلك المحافل والمنصات العالمية إنما تمثل أيضاً أرضاً خصبة لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.